فما عباد عرست وما تعرفش روحها علاش عرست التو وتحمل مسؤوليتي وبستاتيك وباللي يحبهم ما يعرفش روح ما يعرفش عرس وكتب الزاق وتخلى ما يعرفش علاش عرس بعد شهر شهرين تلقى ما عندوش حتى سيجار ومعرس عليه علاش معرس وقايل علاش علاش زربة ما نجيبش أقولها بالعربي ما نجيبش أقولها سبحانه سي لا شوار دو ريلاسيون يزرب على على ريلاسيون على الماء لكن العرس مش هذاك لا مش هذاك العرس عندي أنا عندي أنا بالطرف التجربة اللي عندي عندي أنا العرس يزمو راجل يكون في بلاصته نظيف ومرأة تكون في بلاصتها نظيفة يزمو زمن حياته قبل ما يزمن حياة المرأة اللي باش ياخذها بمعنى يكون عنده إمكانيات باش يعيش مرأة باش يعيش ولاده نارخ يعرس هكاك يجيب لولاده من بعد ما عندوش إمكانيات ويقعد يبكي ويشكي ما عنديش شيمني فيك أنا عندك ولا ما عندكش المعلم ما صبش عليا 25 سنة والمعلم يسب لك تريميس شحبني نحكي يعني وعامين ما يسب لكش أنا خدم 25 سنة المعلم باترون ما يسبش يسب لك مثلا دو تريمستر فهمني وقعد لك عامين ما يسبش الروتريت مين باش تجي؟ الصبان عندك 5 سنين و4 شهور باش تاخذ شيخ وخ وعندك 11 سنة باش تاخذ مبلغ هكاك يقرب للروتريت ويزمك بو ما سب لكش اش تعمل؟ ما تفيقش مثلا ولا تمشي تقعد تشكي بيه علاش يا خوتي؟ هاكا جات الماندا عندي نوريها لك ويزور لي عندي توا كنت اخذ اول ما بديت ناخذ الشيخوخه خادم راهو 6 سنين راهو ما عندي سنه اساس راهو مش شيخوخه كانت هي الحق ما نكذبش عليك كانت 170 توا وصلت 240 مده 6 سنين الحق 240 مازالوا كيزادونا 7% لقينا فيها روحنا عندنا فيها الحق يلعب وداهم كل حاجه بلاصتها توا عندكم حق توا انت اي مي توا الوضع في تونس 10,000 تصرفها ما تلقاهاش عايش ولدي باه مش هذا حديثي انا فما زاد وزن هكا جو سي با كومون اكسبليكي لا شوز يلزم شويه توا البلاد باهيه والحمد لله اللي حب واللي كره البلاد باهيه انا نقولها ونعاود نقولها البلاد راهي باهيه البلاد تشوف العباد كل ما تفرحتين كرابهم والدنيا واحد كل شيء فهمني ما همش واصلين جيني اللي انا عندي طفل عمرها توا بارك الله 17 سنة الحمد لله عندي كناي نجي ناخذ 240 باش يخلص لها ليتود باش تو كان ما خدمتش داكور صح اما انا متقاعد علاش عارفك هكايا كلهم كانوا هكا سالتني سؤال جاوبت شطر المعلمية في الوقت نتاعنا هذا السابق قبل كلهم هكاك قلت توا موجودين راه يصب لك تريميستا وثلاثة تريميستات لا عاش كيف يعملوا مع السي ان اس اس ما هذوما لي بريفي الخاصين هذوما انا عاش كيفاش يعملوا ما نعرفش حد ما يعرف 240 ما تكفيش جمله ما تكفينيش ما نكذبش عليك فما ربي نحمد ربي ونشكره ما خلص كذا الحمد لله هذاك كان جيت كاري وين كان جيت كاري راني عامل نصبه نتاع طلبه اش بيك يا صاحبي راني نطلب توا شنو هكاك هو قلت كان الحمد لله اللي جيت مانيش كاري شوف غيري ونعرف انا بوها ما انا متفائل بصراحه ما ندخلش انا في السياسه راه متفائل شوف تاخذوني كيما تحبوا انتوما اما انا متفائل زاده ما نقولش 99% اللي البلاد بس تصلح تولي لاباس انا متفائل وحدي راه مو غير ما غير امور كلام تاع هذا وهذا وهذا متفائل خاطر الحمد لله بدات تظهر تونس راه بدات تظهر غير احنا ديما سنتيري وديما نخمموا على السابق ونخمموا اما بدات تظهر وباش تظهر هذه نقول انا نتحمل مسؤوليتي انت بالمبلغ هذا والمنحه هذه اللي تاخذها كيفاش تستجيب الى حاجياتك شنو تعمل الحقيقه؟ ونكلمك بصراحه لا اله الا الله محمد رسول الله انا ساعه بصراحه عندي ولاد اختي يعاملوا فيا شويه باين تو موضوع هذه حاجه ثاني حاجه قلت لك ما خلصت الكراء مهم ياسر نسكن في وسط البلاد عندي 60 سنه تو الكراء ب 600 دينار
سنين 240 ألف نمدهم البنتي تقرا بها هي عند أمها. أنت مطلق؟ بالتراضي هي مطلق. مدة نسر فيك؟ إي نورمال عادي مطلق. نسر فيك يسير هذا؟ إي قلت لك مطلق علاش باش نك مطلق بالتراضي أون بون رابور يعني طريقتي بالقدر أنا وياي في قدر وأنا في قدر. قد عندك مطلق برشا؟ توا حكيت 6 سنين. القرار هذا كنت نجم تاخذه ما تاخذوش لا كل ظروف الحياة لا كلنا ظروف أو كاريز ضربتني بكورة أنت حتى رسيتني باش ظروف هي معناتها عندها الحق شنو مرأة في داره مازالت مرأة في دار تمد لها 5000 مصروف منين باش نجيبها نمشي نسرق نمشي نخطف نمشي هذيك هي تو دخلتني في حكاية إي ما تجيش كل واحد وإنسانيته. تحب مبلغ أكثر أنت ما تنجم كان 5000 مثلا. نتعاركوا احنا مشاكلنا نعارك على المصروف. شنو تقول هاي؟ شنو تقول هاي؟ شنو برا شوف حل قلت له هذاك هو ورغم كنت أنا ناخذ 500 قبل الروترات. ما يكفيوش. هي ما تخدمش. لا ما تخدمش ومريضة. لكن هي سامحني هي أنت تعرف ظروفك وعامل مجهودك شو المشكلة؟ ما أنا كي خذيتها كنت نخدم ساوي 600 700. وكانت الدنيا لاباس شنو تو هكا صاحبي. شنو هي 600 700 توا 6 سنين 7 سنين ونخدم في نزل مش كيف كيف تتبدل المعطيات صارت برشا مشاكل ما بينات والله تيجي تقول ما صارتش مشاكل كبيره تاعك لا كلام شويه هكا من هنا شنو اللي تحب شنو المطلوب اتفضلي هكا شنو اللي صار هي مشات قدمت قضيه في الطلاق قلت له انا سيد الرئيس ما نطلقش ما عنديش علاش باش نطلق رسيت القضية ما شفت الطلاق بالتراضي حتى نفقة ما عنديش أنا لا عمرها ما تصيرت لا عاود حاجة ما غريبة لا برا نشد حتى القانون والقواعد ما عنديش نفقة قلت له سيد الرئيس تحب تطلق أنا نعطي نعاون بنتي نفقة أما هي بتوعية تحب تطلق قلت له سيد الرئيس أنا ما نحبش نطلق تعيش نعطي هو تحب تطلق بالتراضي فهمني ما فيش نفقة بالتراضي فهمني كنت تكلم فيه معناها تعطي حاجة رمزية داكورد وتعطي بنتك ما تخليش بنتك هكا وهذيك هي الدنيا. انت اليوم انت باش نمدوا شويه موضوع في موضوع انت الموضوع نتاعك سالفين نجاوب فيك والله تيجي تقول توا انا ما عنديش فكره ما فما 70 60% الطلاق. ما زاد اشوف المستوى نتاع الراجل ما تغزرش. ما تغزرش للمراه ديما. شوف مستوى الراجل زاد. بمعنى مش كيما انت كيما هذاك كيما الاخر فما عباد راهو عرس ما عرفش يروح ولا عرس